السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم نكمل سلسلة المحاضرات مالتنا، واليوم المحاضرة الثالثة لمادة التحليلات العددية لقسم هندسة الطب الحياتي كلية المستقبل. الطريقة الثالثة راح نستخدمها لحل المعادلات النون لينير اللي هي طريقة السيكانت ميثود. أخذنا بالمحاضرتين السابقتين طريقتين لحل المعادلات النون لينير واللي هي كانت اللي هو البايسكشن ميثود والفولس بوزيشن ميثود، وكانت الطريقتين تتمحور على انه انا اعطيك قيمتين، قيمه الاكس اور، قيمه الاكس اور وقيمه الاكس اور، وانت توجد قيمه الروت لاي داله انا اعطيك اياها، بحيث تكون قيمه او قيمه الروت راح تكون محصوره ما بين القيمتين اللي انا حاعطيك اياها من ناحيه الاكس اور والاكس اور. اليوم الطريقه مالتنا طريقه السيكنت ميثود راح تختلف عن الطريقتين السابقتين، حيث انه القيم اللي انا راح اعطيك اياها فهي راح تكون بجهه واحده، يا اما بجهه الاكس لور يا اما بجهه الاكس ابر، وانا اريدك من عندك انه توجد لي الروت الداله المعطاه. من ناحيه الثيوري مال هاي الطريقه وشلون انه تكون النقاط مالتي وشلون انه اوجد القانون كالاتي، نفس المحاور عندي داله اللي هي مقدارها f of x. لإيجاد الروت لهذه f of x عندما تكون ال f of x تساوي لي صفر، المنطقة اللي راح تكون بها ال f of x صفر وعرفناها اللي هي هاي المنطقة، منطقة الالتقاء الكيرف مالتي ويا اللاين الأفقي من محور ال x axis اللي هي قيمة الروت اللي هي الترو روت. هقلنا كل ذني الطرق راح انه يتقرب لي من الروت الترو مالتي. طريقة السيكنت ميثود مثل ما قلت انه انا القيمتين اللي راح اعطيك اياها ليس قيمة اللي اكس لور مثل ما شاهد بالمحاضرات السابقة، راح تكون قيمة اكس لور، قيمة اكس ابر، وقيمة الاكس روت بداخلهم محصورة بيناتهم. هنا بهاي الطريقة لا، راح تكون باحد الاتجاهات، يا اما من قيمة اكس لور يا اما من قيمة اكس ابر. فمثلا يعطيك نقطة هنا ونقطة هنا، النقطة الأولى هي راح تعتبر اللي هو الاكس اي، النقطة اللي قبلها راح تعتبر هي عبارة عن اكس اي ناقص واحد. إذا أجي أسقطها على الكيرف مالتي وأجي هذا كذلك، فراح تصير النقطة هنا عندي هي عبارة عن اكس اي وصورة ال x i، اما هذه النقطة راح تكون هي عبارة عن ال x i ماينس واحد وصورة ال x i ماينس واحد. شلون انه انا استخرج قيمة الروت كالاتي، اول نقطة راح اجي ارسم سيكنت لاين يمر لي بهذن النقطتين، يقطع لي ذن النقطتين مع بعض. رسمت السيكنت لاين هذا مالتي، مر لي بهاي النقطة وهاي النقطة، وقطع لي المحور الاكس اكسس وين؟ بهذه النقطة. هذه النقطة راح تعتبر او راح تسمى هي عبارة عن الاكس اي زائد واحد. تمام؟ اجيت رسمت سيكنت لاين، مر لي بهالنقطتين، ومر لي وقطع لي محور الاكس اكسس، وصارت عندي نقطة ثالثة اللي هي عبارة عن الـ xi زائد واحد. اللي أريده أني على مود أوجد الروت مال f of x إنه أطلع قيمة الـ xi زائد واحد. ليش؟ لأن مثل حسب ما دا أشوف على الرسم إنه أنا كل ما أتقرب إلى نقطة الـ x root الترو راح ينطيني هي القيمة أو الجذر للدالة الحقيقي. فبالتالي انا كل اللي اريد اسعى له انه اطلع قيمه شنو؟ اطلع قيمه الاكس اي زائد واحد. فبكل محاوله راح تبدي انه انت تبدي تقترب من الاكس روت الحقيقيه. هذا هو الاختلاف ما بين السيكنت ميثود والطرق الاخرى. الطرق الاخرى لا، كانت هي عباره عن الاكس لور والاكس ابر، فبالتالي انه انت راح تبدي تختبره وتشوف انه مين مرات انه راح يكون الاقتراب من جهه اللي هو الاكس ابر، فراح تبغى الاكس ابر القديم وراح يصير عندك وحده نيو جديده،
وهكذا من هالصفحة كانت الاكس لور، راح تلغي الاكس لور وتتقرب لمن؟ الاكس لور اللي هو النيو، وراح تحذف الاول. اما هنا لا، راح يكون فقط بيكون باتجاه واحد، يا اما باتجاه الاكس لور يا اما باتجاه الاكس اظهر. زين، شلون ابدي اني استخرج قيمه الاكس اي زائد واحد؟ هسه انا اذا اشوف من خلال الرسم مالتي شكلت لي مثلثات اثنين صغار، هذا المثلث الاول وهذا المثلث الثاني، اسميهم على مود يسهل علي النقطه هنا اي بي سي دي اي. من تساوي المثلثين الارتفاع على الارتفاع والقاعده الكبيره على القاعده الصغيره استخرج كالاتي، انه الدي اي اليمن على الارتفاع من المثلث الصغير اللي هو سي بي، شو يساوي لي؟ يساوي لي القاعده الكبيره اللي هو الدي اي على القاعده الصغيره اللي هي البي اي. اجي هسه اني اعوض مكان كل واحده من دول الدي اي شو يمثل لي؟ اللي هو هذا الارتفاع راح يمثل لي اللي هي صوره الاف اوف الاكس اي، فبالتالي الدي اي هو عباره عن الاف اوف الاكس اي ماينس 1. اما السي بي اللي هو الارتفاع مال المثلث الصغير راح يمثل لي شنو هذا الارتفاع؟ راح يمثل لي الاف اوف الاكس اي، صوره الاكس اي. الدي اي اللي هو راح تكون القاعده الكبيره، القاعده الكبيره اللي هي شو راح تكون؟ راح تكون قيمه اللي هو الاكس اي زائد واحد ناقصا شنو؟ ناقصا الاكس اي ناقصا واحد، يعني هو البعيد على ناقص القريب، اللي هو الاكس اي زائد واحد ماينس الاكس اي ناقصا واحد. زين، البي اي اللي هي هاي المسافه القريبه راح تكون هي عباره عن الاكس اي زائد واحد ناقصا شنو؟ ناقصا قيمه الاكس اي. اكس اي زائد واحد ناقصا الاكس اي. هسه عن طريق اللي هو تساوي المثلثين وتشابه المثلثين انا هسه اقدر من اطلع قيمه اللي هي الاكس اي زائد واحد وتساوي القانون الرئيسي اللي انا راح استخرج عليه قيمه الاكس اي راح تكون عباره عن اكس اي ناقص اف اوف الاكس اي صوره الاكس اي مضروبه بالاكس اي ناقصا واحد ناقص قيمة الـ XI على صورة الـ XI ناقصا واحد ناقصا صورة الـ XI. إذن هذا هو القانون اللي أنا راح استخدمه لإيجاد الروت بطريقة الـ Secant Method، العفو إيه بطريقة الـ Secant Method. إذن انا راح استخرج الاكس اي زائد واحد وهو راح يساوي لي قيمه الاكس اي اللي انا راح اعطيك اياها بالسؤال، صوره الاكس اي مضروبه في قيمه الاكس اي ناقصا واحد ناقصا الاكس اي على صوره الاكس اي ناقصا واحد ناقصا صوره الاكس اي اللي هي قيمه الاكس اي والاكس اي ناقصا واحد بالداله المعطاه. فانت بكل مرحله انه راح يصير عندك اتريشن جديد، انه مثلا هسه اول ما جيت باول مرحله راح اطلع قيمه الاكس اي زائد واحد، تمام؟ بالمرحله الثانيه راح تكون هي قيمه الاكس هذه هنا راح تكون قيمه الاكس اي، والجديده راح تكون هي قيمه الاكس اي زائد واحد، راح الغي الجديده. هسه حنشوفها او نطبقها على المثال التالي. المثال كالاتي: find the root of the function منطيني اللي هو الاف اوف الاكس يساوي اكسبونينشال سالب الاكس ناقصا اكس باستخدام السيكنت ميثود، ومنطيك قيم هنا نشوف هنا الاختلاف راح يكون منطيك قيمة x minus 1 تساوي لي 0 وقيمة ال x 0 اللي هي راح تساوي لي 1. إذني معناتها انه هذه قيمة ال x الـ i ناقصا 1
اما قيمة الاكس 0 اللي راح تمثل لك الاكس ار. ومعطيني الاكسبتنس ايرور مالتي ايش قد؟ 1%. انا لازم اتوقف ايش وقت؟ عند ما يكون نسبة الايرور مالتي اللي هو الابروكسيمت ريليتيف ريليتيف ابروكسيمت ايرور اقل من 1%. نفس كل مرة لما اريد احل راح اسوي الجدول مالتي اللي هو مكون من هنا راح يكون اختلاف بسيط الاكس اي ماينس 1 وصورتها بعدها راح يكون اللي هو الاكس اي وصورتها بعد الاكس اي راح تكون هنا قيمة الاكس اي زادا 1 لان شو تقول عليه اللي هو الاكس ار. وشنت احتاج بلنش الطريقتين شنت احتاج صورة الاكس اي زادا 1 لي على اساس اشوف موجبة او سالبة فبالتالي يقترن هنا لانه تكون هي اصلا باتجاه واحد يا اما قيمة الاكس لور يا اما قيمة الاكس ابر فانت ما تحتاج تطلع صورتها على مود تشوفها موجبة او سالبة وتجي تعوض بيناتهم. هنا راح نشوف هسه التعويض شلون راح يكون. واخر شيء اللي هو الابروكسيميت ريليتيف ابروكسيميت ايرور. اجي للتعويض ناقصا واحد اللي هي قيمتها شقد؟ صفر. صفر صورتها بالداله مالتي راح تكون اكسبونينشال سالب 0 ناقصا 0 فبالتالي اللي هو اكسبونينشال صفر دائما راح يكون قيمته 1 ناقصا صفر فبالتالي قيمة صورة تسوي صفر راح تكون هي عبارة عن 1. اما قيمة الاكس اي اللي هي مثل ما قلنا راح تكون 1 صورتها راح تكون اكسبونينشال سالب 1 ناقصا 1 فبالتالي الناتج مالته راح يكون هو عبارة عن سالب 0.63212. دائما اختار فد 5 مراتب لما تحل طرق النيوميريكال او 4 مراتب على اقل شيء. زين هسه ابدي اطلع شنو؟ اطلع قيمة الاكس اي زائدا 1 اللي هي حسب القانون اللي معطى كانت عبارة عن الاكس اي ناقصا اللي هو صورة الاكس اي صورة الاكس اي مضروبة في الاكس اي ناقصا 1 ناقصا قيمة الاكس اي على صورة الاكس اي ماينس 1 ناقصا صورة الاكس اي. فاجي اطبقها بالقانون اقول الاكس اي زائد 1 يساوي لي عبارة عن قيمة الاكس اي ناقصا صورة الاكس اي مضروبة في قيمة الاكس اي ناقصا 1 ناقص شنو؟ ناقص قيمة الاكس اي على صورة الاكس اي ناقصا 1 ناقصا صورة الاكس اي. اطبق حسب القيم اللي موجودة عندي هنا راح تطلع لي قيمة الاكس اي زائد 1 هي عبارة عن 0.6127. فبالتالي هسه انا طلعت قيمة اللي هو الاكس اي او الاكس روت الجديدة راح تكون هو عبارة عن 0.61270. ايضا الاختلاف الثاني بهاي الطريقة كانت بالبايسكشن ميثود والفولس بوزيشن ميثود اول ريليتيف ابروكسيميت ايرور راح يكون عندك صفر ما عندك. اما هنا لا راح تكون عندي قيمة اللي هو ريليتيف ابروكسيميت ايرور واللي هي راح تساوي لي الاكس اي زائد 1 ناقصا قيمة الاكس اي على قيمة الاكس اي زائد 1 الجديدة. يعني دائما بس باول نقطة باول ريليتيف ابروكسيميت ايرور راح تكون عندك بالسيكند ميثود انه راح تكون قيمة الاكس اي زائد 1 ناقصا قيمة الاكس اي على قيمة الاكس اي زائد 1 يعني معناته 0.6127 ناقصا في 100% ما انساها 0.6127 ناقصا 1 على 0.6127 في 100% فراح تطلع لك النسبة مالتك هي عبارة عن 63.2. هذا اول اتريشن.
الاتريشن الثاني شو راح اجي اطبقه؟ انتبهوا ياها، راح تكون قيمة الـ XI وصورتها راح تحل محل الـ XI-1 وصورتها. أما الـ XI زائد 1 وصورتها راح تحل محل شنو؟ راح تحل محل الـ XI وصورتها القديمة. ليش؟ لأنه إحنا مثل ما قلنا بالرسم مالتي، من كان الرسم هالشكل كانت عندي قيمة هاي الـ XI-1، هاي قيمة اللي هو الـ XI، وهاي قيمة اللي هو الـ XI زائد 1. فبالتالي أنا كل ما اتجه باتجاه الـ X root للترو راح يصير عندي شنو؟ استبدال. يعني هذه كانت الـ XI القديمة راح تكون هي عبارة عن الـ XI-1، تمام؟ أما الـ XI قيمة الـ راح قيمة الـ XI راح تكون هي القيمة الجديدة اللي أنا استخرجتها اللي هي الـ XI زائد 1 وهكذا. فبالتالي بالتعويض مالتي راح اجي اقول قيمة اللي هو الـ XI-1 راح تكون هي قيمة الـ XI القديمة، راح يكون هي عبارة عن 1، صورة الواحد بهاي الدالة هي عبارة عن سالب 0.63212. أما قيمة الـ XI الجديدة فهي قيمة الـ XI زائد 1 القديمة اللي هي شقد؟ 0.61270. فالاستبدال صار كالآتي، انه قيمة الـ XI وصورتها صارت شنو هي؟ صارت عبارة عن old، فبالتالي راح تصير هي عبارة عن XI ناقصا 1. اما الـ XI الجديدة راح تكون هي عبارة عن الـ XI زائد 1 الـ old. صورة الـ 0.61217 بهاي الدالة راح اقول exponential سالب 0.61217 minus 0.6127، فبالتالي الناتج مالتي راح يطلع لي سالب 0.070. إذن طلعت القيمة مالتي الجديدة للـ XI وصورتها بالدالة. هسه أطلع قيمة الـ XI زائد 1 حسب القانون مالتي، راح يطلع لي الناتج مالتي هو عبارة عن 0.56384. إذن طلعت قيمة اللي هو الـ X root الجديدة اللي هي الـ X و I زادا 1، طلعت لي 0.56. هسا الـ Relative Approximate Error هنا شو راح يصير؟ راح يكون عندي هذه X root جديدة new، وهذه راح تكون هي الـ old. فأرجع راح أقول له الـ new X root new ناقصا X root old على الـ new، فبالتالي هي شو راح تكون؟ راح تكون 0.56384 ماينس 0.61270 على شنو؟ على 0.56384، والناتج مالتي راح يكون هو عبارة عن 8.67%. فشفت الاختلاف كالآتي، قيم الـ XI صارت المكان XI ناقص 1، وقيمة الـ XI زائد 1 صارت المكان قيمة الـ XI. هاي كان الاختلاف الأول عن بقية الطرق. الاختلاف الثاني، أول Relative Approximate Error استخرجته عن طريق اللي هو قيمة الـ XI زائد 1 ناقصا قيمة الـ XI على قيمة الـ XI زائد 1، واللي طلعت 63.2. أما الاختلاف الثاني راح يبقى نفسيته، ماكو اي شيء عندي بعد، راح الريلاتيف ابروكسيميت ايرور راح استخرجه بنفس الطريقه اللي كنت استخرج بها الطرق البقيه. بعد ايش بيه النسبه مالتي 8.67 واللي هي اكبر من 1، اكبر من اكسبتنس ايرور، لازم اسوي اتريشن ثالث. الاتريشن الثالث راح اجي اقول قيمه الاكس اي ناقصا 1 راح تكون هي شنو؟ هي قيمه الاكس اي القديمه اللي هي ايش قد؟ 0.61270. وهذه قيمتها بالدالة مالتي هو عبارة عن سالب 0.078. زين، قيمة XI الجديدة اللي هي شنو هي؟ قيمة الـ XI زائد 1 اللي هي 0.56384. هسه اجي اطلع صورة هاي الدالة، صورتها بالدالة الـ 0.568، راح يطلع لي الصورة مالتها هي عبارة عن
0.00518. إذا صارت هسه عندي آني كل وحدة اكس اي ناقص واحد واكس اي كل وحدة وصورتها أطبقها على مود أوجد الاكس اي زائد واحد، راح يطلع لي الاكس اي زائد واحد هو عبارة عن 0.56717. الريلاتيف ابروكسيميت ايرور نفس الحالة، راح يكون النيو ناقص الاولد على النيو وتطلع لك النسبة مالتك هي عبارة عن 0.58%. فبالتالي شفت النسبة مالتي شقد اللي هو الريلاتيف ابروكسيميت ايرور مالتي 0.5، فبالتالي هي اصغر من الاكسبتنس ايرور اللي معطيني اياه اللي هو 1%. اذا اتوقف اقول هنا الروت او فانكشن شو يساوي لي؟ يساوي لي 0.56717 بالنسبه للداله اللي هو اكسبونينشال سالب الاكس ناقص اكس. هذا المثال الاول لطريقه اللي هو السيكنت ميثود. راح نجي ناخذ بعد مثال ثاني يوضح لنا الطريقه بشكل ادق. نجي ناخذ مثال ثاني على طريقه السيكنت ميثود. يقول لي find the root of the function، منطيني الداله هي عباره عن الاكس تكعيب ناقص 0.165 اكس تربيع زائد 3.993 في 10 اس سالب 4. باستخدام طريقه السيكنت ميثود منطيك قيمه اللي هو الاكس ماينس 1 هي عباره عن 0.02، ومنطيك عباره الاكس نوت هي عباره عن الاكس 0.05%. ومنطيك الاكسبتنس ايرور هو عباره عن 0.06%. شلون اوجد الحل لهذه الفانكشن مالتي؟ نفس ما تعلمت، اول ما اجي راح ارسم الجدول اللي هو راح يكون مؤلف بالشغلات اللي متفقين عليها اللي هي عباره عن الاكس اي ماينس 1 بصوره الاكس اي ماينس 1 كذلك اللي هو الـ xi وكذلك قيمة اللي هي الـ xi وصورة الـ xi والـ xi زائد واحد وآخر شيء اللي هو الـ acceptance أو relative approximate error اللي راح يطلع لي من الاتريشن مالتي. الخطوة الأولى راح أجي إنه قيمة الـ x minus 1 اللي هو منطيني إياها 0.02. أجي أطبق الـ 0.02 بالمعادلة، راح أقول 0.02 تكعيب ناقصا 0.165 في الـ 0.02 تربيع زائدا 3.993 في 10 أس سالب 4، راح يطلع لي الناتج مالتي هنا هو عبارة عن 3.413 في 10 أس سالب 4. هنا شوية تحتاج عناية بالاستخدام الحاسبة مالتك، والبقية الأمور راح تكون جدا بسيطة. قيمة الـ XI منطقيا هو عبارة عن الـ 0.05، صورتها بهذه الدالة كانت عبارة عن 1.118 في 10 أس سالب 4. إذن استخرجت الـ XI minus 1 وصورتها والـ XI وصورتها بالدالة. أجي أطلع قيمة الـ XI زائد 1 الجديدة، راح حسب القانون التالي تطلع لي القيمة مالتها عبارة عن 0.06461. مثل ما قلنا بالسيكنت ميثود، اول ريليتيف ابروكسيميت ايرور راح يكون ما بين قيمه الاكس اي زائد 1 وقيمه الاكس اي، حيث حسب القانون اكس اي زائد 1 ناقص الاكس اي على قيمه الاكس اي زائد 1 وتطلع لك النسبه مالتك 22.62%. هذه اول اتريشن شفتها انه النسبة مالتها جدا عالية مقارنة بالاكسبتنس. اجي اسوي اتريشن ثاني
بالايتريشن الثانية راح تكون قيمة الاكس ماينس 1 هي الاكس اي القديمة واللي هي حيساوي لي 0.05 وال 0.05 صورتها بهاي الدالة هي عبارة عن 1.118 في 10^4. اما الاكس اي الجديدة راح تكون هي عبارة عن قيمة الاكس زائد الاكس اي زائد 1 القديمة اللي هي 0.06461. اما صورتها بالدالة هي عبارة عن سالب 1.98 في 10^5. اذا صارت عندي x minus 1 صورتها x i صورتها حسب القانون تطلع لي قيمة ال x i الجديدة هي عبارة عن 0.06241. بالخطوة الثانية على مود اطلع الـ relative approximate error راح يكون ما بين الـ new والـ old، راح تكون الـ new ناقص من الـ old على الـ new تطلع لك النسبة مالتك هي عبارة عن 3.5%. ايضا النسبة مالتي الـ relative approximate error شبيهة اعلى من الـ acceptance error، فاحتاج بعد شنو احتاج iteration ثالث. iteration الثالث قيمة الـ x الـ i minus 1 شو راح تكون؟ هي عبارة عن قيمة الـ x i القديمة، وقيمة الـ x i القديمة ايش قد؟ 0.06461. صورتها بالدالة هي عبارة عن 1.98 في 10^5. أما قيمة الـ x i فهي قيمة الـ x i زائد 1 القديمة اللي هي عبارة عن 0.06241. صورة الـ 0.06421 بالدالة مالتي هي عبارة عن سالب 3.285 في 10^7. إذا استخرجت الـ X أيضا وصورتها والـ X minus 1 وصورتها، أطلع قيمة الـ X i زاد واحد حسب القانون الموجود آتي تطلع لي قيمة الـ x i زاد واحد اللي هي عبارة عن 0.06238. الـ relative approximate error راح يكون الـ new ناقصا الـ old على الـ new، وبالتالي تطلع لي قيمة الـ relative approximate error هي عبارة عن الـ 0.059%. مقارنة مع relative approximate error راح تكون قليلة أقل من عدها، فبالتالي لهنا نتوقف بالiteration مالتي وأقول الـ x root مالتي هو عبارة عن 0.06238 للدالة اللي هي x تكعيب ناقصاً 0.165 x تربيع زائداً 3.993 في 10^4. لهنا انتهت المحاضرة الثالثة طريقة السيكنت مثل. المحاضرة الجاية راح تكون راح نتلاون بها طريقتين اللي هو النيوتن رافسن مثل وكذلك اللي هو الفيكسنج بوينت مثل. أي سؤال نفس كل مرة نفس ما تبعناه إنه راح تراسلني على التليجرام أو على الكلاس روم. شكرا جزيلا لكم.